السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى الفيديو مختلف خالص، احنا تعبنا واكيد انتوا تعبتوا مني في الاكل. احنا عايزين دلوقتي نقص ملايه. حد عزيز عليا طلب مني ملايه، بس عايزين نعملها له بقى. هو يعني الحد ده مش عايز دبكه، عايزه ملايه عباره عن كيس مخده وايه والملايه. طيب نعمل ايه؟ انا طبعا سألت البياع، قلت له كيس مخدة وملاية، قال لي يبقى تاخدي 3 متر ونص. احنا طبعا عارفين ان الملاية 2.5 متر، تمام كده. والايه المتر اللي هو عشان قال 3.5 متر، يبقى في متر. المتر دوت هو اللي هيبقى كيس المخدة، هيتعمل بطول الايه القماشة. يعني مثلا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنقيس متر اهو من الملاية اللي هي 3.5 متر دي، ماشي. هنقيس متر كده اهو، بصوا المتر ده اللي هطلعه ده هو ده كيس المخدة. هو طبعا لو ايه لو كده ممكن يبقى كيسين، بس هو كده كيس المخدة بتاعنا اهو، تمام كده. طبعا هظبط القماشة بتاعتي عشان هقص المتر بتاعنا ده المنظر ده كده، وهروح ماسكاه من هنا كده ونطلع المتر بتاعنا ده اهو، نطلعه من القماش. طبعا الملاية اهو هتبقى معاكو اهي، الملاية في الحالة دي هتبقى معانا 2.5 متر ملاية حلوة جدا جدا، تمام كده. هنبدأ بقى ايه نقص. بسم الله الرحمن، بسم الله. طبعا انا بخلص كده الايه المتر بتاعنا من الملاية اهو. الملاية اللي مفروشة على السرير دي عملت لها اعادة تدوير، بس انا قلت انا عملت معاكو اعادة تدوير قبل كده. عايزة اعمل لها كرانيش من ال3 جنيه، فجبت حتة قماشة حوالي 5 متر وعملتها كرانيش من ال3 جناب اهو. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده الايه الكيس المخدة هيبقى بالمنظر ده اهو، شايفين. طبعا هيتاخد بايه بطول القماش كده، ده كيس المخدة اهو. هناخده ازاي بقى؟ طبعا انتوا شايفين اهو الايه طبعا القماشه اهي بطول الملايه، ادي متر، 2، بصوا مترين، مترين وربع، حوالي 2.25 متر. طبعا انا هاخد الايه الطول بتاعنا اللي انا عايزاه اللي هو الايه 1.5 متر، هعمل ده طبعا كله اوفر اهو، ادي متر وادي النص. كيس المخدة معانا بيبقى 60 سنتي، وانا هحاول ان انا ايه اعمله برضو ايه نزود اهو، نزود شوية يبقى ده كيس المخدة معانا. والملاية تقصت زي ما انتوا شايفين، ملاية بكيس مخدة واحد. طبعا هي لو هي عايزه خداديه ولا حاجه كنت هطلع لها الايه الخداديه اهي، هحاول برضو ان انا اعملها لها بالاوفر كده وتبقى ايه كانها مفرش يتحط على تسريحه او حاجه. يبقى احنا 3.5 متر عايزين نعمل ملايه وكيس مخد. ادي الملايه طبعا هنقيسها بقى مع بعض اهي، ادي متر، 2.5 متر. الملاية بتاعتنا 2.5 متر اهي، وادي كيس المخدة، وادي عملت خدادية. يبقى 3.5 متر عملت خدادية وكيس مخدة والملاية. هنروح بقى ايه نقصهم ونخيطهم مع احنا طبعا قصيناهم، هنروح نخيطهم مع بعض. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بقى ايه نتني في الملاية. هي مش عايزة بقى فيها كرانيش ولا اي حاجة، هي عايزاها تتني
من كل الجهات وخلاص. بصوا بصوا التانية كنت هعملها بخيط ابيض من ورا، بس لقيت الايه الكحلي ده هيبقى شكله كده مميز يعني، بس مش عارفه. بصوا كده، ولا الخيط الابيض احلى؟ هنكمل الصف ده ونغير المكان ونشوف الابيض احلى ولا الغامق. بصوا في منتهى السهوله، ما فيهاش اي حاجه. لازم ندخل، بصوا الزوايد بتاعت الخيوط ندخلها جوه، وما ينفعش نخيط عليها ونقول كده خلاص، لا. انا بصوا الزوايد دي كلها لازم تدخل في الايه في التانية. بصوا كأنك بتسرحي بصوا، ولو حسيتي وانتي بتتنيها كده في نسبة غير متزنة، بصي تديها كسرة. بصوا الكسره دي هتخلي القماشه تتوازن معاكي وما يبقاش فيها كشكشه. انا بصوا ما يبقاش فيها كشكشه بالكسره اللي احنا عملناها دي. ما فيهاش بقى اي حاجه خالص. انا كنت بحب بقى اعمل الملايات، انا عامله ملايه زي المفرش بالظبط اهي، فرشاها على السرير، لسه بعمل لها في الخضبيات بتاعتها اهي. بصوا قفلت مع بعضها ازاي عشان ادينا كسره بالايه بالقماشه اللي كانت هتبقى زياده. كارما كنت بفصل لها فستان فعايزه تيجي توريهولي. اهي كارما تعالي اهي. بصوا كارما والفستان اللي فصلناه. ماشي يا كراميل. بصوا، وطبعا كيس المخده هيتني من ناحيتين، بس الفكره ان احنا خدناه من المتر بالطول، فاهمين؟ حاسه بصوا لو اللون الابيض فعلا كان هيبقى اشيك ولا ايه؟ هكملها وارجع لكم. وهنا بصوا انا عملت الخيط الابيض المكوك، ادى شكل حلو قوي، عايزه اوريه لكم. بصوا يعني حلو اكتر من الخيط اللون الكحلي يعني. بصوا كارما بقى عايزه توريكم الفستان، لسه مخلصاه لها خياطه دلوقتي، فبتحب تلبس على طول تعمل بروفا يعني. بصوا بقى كده بنتني الجزء بقى الاخير، وتبقى الملايه. بصوا الملايه تخلص في الملايه اللي بتبقى من غير كرانيش دي، بتخلص في اقل من نص ساعه. هي دوبك القص وخلاص. بصوا مش محتاجه بقى ولا اوفر ولا حاجه يعني. هي بصوا بصوا شكل البوزه بتاعتها حلوه ازاي اهو. ده بقى كده اخر جنب في الملايه اهو اهو. شايفوا الفستان اهو ميرون باي. هخلص بقى الملايه ونعمل كيس المخده وارجع لك. وهنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا طبعا هاخد كيس المخده، انا عملته اوفر، ما رضيتش طبعا نضيع وقتكم واجيب شكل الاوفر وانا بعمله اهو. عملت كيس المخده ودلوقتي هنعمله خياطه. كده الابره دي فيها حاجه لانها بتنتش القماش، فمعنى كده ان هي خيطت حاجه فيها ريستراست او حاجه بصوا.
عشان الكيس لما بيبقى واسع بيتحرك طبعا من المخدة اهو، وانتي ماشية بقى عليه. انا بحاول ان انا اضيق فيه شوية على اساس يبقى ما يتحركش في المخدة وهي لابسة. طبعا انا خلصت الملاية اهو، ودلوقتي هنتني كيس المخدة. انا عملته اوفر برضو عشان يتظبط اهو. كان ممكن ما اعملوش اصلا، بس انا حبيت يعني اقفلها على نظافة ما يبقاش فيه بقى اي عوارض. بصوا هي الملاية طبعا بكيس مخدة واحد. طبعا هتنيه من الناحية التانية. بصوا هو معمول اوفر وممكن يتساب على الوضع ده، بس طبعا انا مش هسيبه على الوضع ده لان انا عايزة اعمل ملاية صح الصح. بصوا ومش مطلوب فيها كرانيش ولا اي حاجة. انا كان عندي قماشة سادة كحلي كنت ممكن اعمل لها كرانيش، بس هي مش عايزة اي كرانيش. كده خلصنا كيس المخدة. طبعا انا عجبني برضو اللون الرصاصي منها. بصوا هو في دلوقتي ايه معايا دلوقتي، معايا قطعة فايضة اهي، ممكن اعملها خدادية مثلا او تبقى كيس مخدة، بس هي مش عايزة خداديات، فانا فكرت ان انا اتنيها لها من كل الجهات، وهي بقى تحطها على ترابيزة، تحطها على كومودينو زي ما هي عايزة، بس انا هتنهلها من كل الجهات كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى مثلا مفرش ترابيزة او حاجة اهو. طبعا كيس المخدة خلاص كده هو خلص، هوريه لكم بعد ما خلص. المخدة اهو اهو، كيس المخدة معانا اهو، شايفين حلو ازاي؟ حلو جدا جدا. وادي الملاية اهو، وطبعا القطعة دي اللي فاضت هعملها داير ما يدور. ايه ده المكوك في دي؟ هعمله وارجع لكم. هنا بصوا بقى اهو، دي القطعة الأخيرة من الإيه، القطعة اللي فاضت من الملاية اللي احنا قلنا هنعملها، هنخليها بقى هي تعملها مفرش كومودينو أو ترابيزة أي حاجة. تمام كده، يبقى كده المفرش، وآدي الملاية السرير، وفي قطعة بقى تانية اللي هي ملاية سرير تانية للبيبي أهي، برضو هتنيها من كل الجهات اهو، وهم بقى يعملوها بمعرفتهم بقى. انا كنت هعملها نظام الكفر اللي هو بيتلبس على الملاية اهو. بصوا دي طبعا بقت حلوة ازاي، يعني كنت هعملها بصراحة خدادية اهي كده، هتبقى خدادية كده، بس هي قالت لي ما عنديش خدادية. خلاص ماشي اهو، شايفين
شايفين شكلها رقيق ازاي وجميل اهي، بصوا من قرب حلوة قوي اهو. طبعا هاتني بقى دي من كل الجهات كده عشان طبعا الايه الخيط اللي طالع ده. ملاية السرير الأطفال بقى اللي هي بتبقى سرير متر صغنطط كده بتاع البيبيهات، قطعت هلضمها وخلص الملاية الصغننة. بصوا بقى، وهنا زي ما انتوا شايفين كده ادتني الجزء اهو الأخير بقى من ملاية الايه سرير الأطفال اهو. القفلة عشان كده خلاص كده زي الايه سرير الاطفال. المكنة برضو مزهقاني كل شوية تقطع، بس ما حبيتش اطول عليكم اكتر من كده. بصوا اهي دي كده ملاية، ودي مفرش، ودي بقى الملاية الكبيرة، وطبعا كيس المخدة اهو. يبقى كده خلصنا الملاية وكيس المخدة والمفرش وملاية الأطفال. هلمهم بقى وأقول لكم أشوفكم بخير في الفيديو القادم. إلى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.